مرحبا بكم في مستشفى النخيل. تحضير المريض قبل عمل الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية بدون صبغة. الحرص على إعلام أخصائي الأشعة في حالة الحمل أو الشك بوجود حمل. إزالة الأشياء المعدنية مثل الحزام والمجوهرات وأطقم الأسنان والنظارات والتي قد تتداخل مع نتائج الصور. خلع بعض أو كل الملابس وارتداء رداء المستشفى.